مرحبا، كيفكم؟ اليوم جينا لكم فيديو جديد، هو عبارة عن فيديو أكل يوم واحد بلون واحد. أكل يوم كامل بلون واحد. أنا لون أحمر بنفسجي بني. طبعا هذه آخر ألوان تقريبا إيش ضلت بالتحديات، باقي عندنا الأزرق وقزقزح، صح؟ هنخليهم لكنان وحمزة. طب كيف القزقزح؟ ما بعرف، هو بيقولوا في أكل قزقزح، هم كاتبين في التعليقات، بس في حلويات بتكون ألوانها مخلطة، زي الجيلي الملون، المصاصة هذه الملونة، في بنجرب كيف. يعني ممكن بيتزا مخلطة ألوان، صح؟ هنخليها لكنان وحمزة، صح؟ طبعا احنا بنشكر ام منال تي في على الفكره هذه الحلوه اللي احنا اخذناها منها، لانها هي الصراحه فكره حلوه جدا وجابت يعني مشتركين حلوين كثير في قناتنا، صح؟ طبعا شكرا للمشتركين، احنا صرنا كم تقريبا 10,000 مشترك ما شاء الله تبارك الله، وبنشكركم كثير على اشتراككم بالقناه، صح؟ اشكروهم، صح؟ حبيبي ان شاء الله المرات الجايه والفيديوهات الجايه هنصير نحط اسماء مشتركين في بدايه القناه وزي كده يعني. فعلقوا لنا بفيديو اليوم مين هيكون احلى لون ومين هيكون احلى ايش سناكس ومين هيكون احلى غدا، عشان اللي تعليقه هيعجبنا هنحطه في بدايه ايش فيديو الجاي. وهلا احنا قبل ما احنا نبدا فيديو ايش لايك وشير وسبسكرايب واهم شيء سبسكرايب. طبعا انتم بتقولوا كلنا بنقلد عصابه بدر، احنا بنقلد عصابه بدر، هم الاولاد بحبوهم كثير فهم اخذوا منهم هذه الجمله، يعني انا مش عارفه كيف اغيرها معهم، صح؟ مو انتم بتحبوهم عصابة بدر؟ يعني كل اللي شوي يقولوا انتم بتعلقوا عصابة بدر، احنا بنحبهم وهم بيحبوهم وبنتابعهم كثير، فعشان كده معلقة في مخهم، صح؟ وهلا يلا نبدا ايش؟ في نهاية هذا المقطع؟ لا لا احنا ما بنكمل، احنا خلينا على هم علقوا على اهم شيء سبسكرايب. المهم هلا يلا نبدا ايش؟ وجبة الافطار. على الافطار، يلا. واحنا هينا جينا في وجبة الافطار. افطار، ايش هيفطر سمعة اليوم؟ طماطم. طماطم فراوله، مربى فراوله وعصير فراوله. مش عصير، يعني جيلي. لا قريب من الجيلي. وانت يا رهوفه؟ عصير، عصير كرز هذا ولا توت؟ بلو بيري ولا ما بعرف، عنب بس لونه بنفسجي هيو. وزبادي ايش لونها؟ برضه بلو بيري. زبادي البلو بيري او التوت او هذا ولونه بنفسجي. لازم نشوف الاثنين. لا ما نشوفه بنفسجي، افتح الزبادي تبعك تلاقيه بنفسجي. وانت؟ بنفسجي. بنفسجي. امبارح هاتي. لا امبارح اكلنا زهري. هاتي هاتي نورجيهم بنفسجي. هيو اكلنا زهري. اي لونه؟ بنفسجي. بنفسجي فاتح يعني، صح؟ وانا وي انا اي خبز بني. طيب اوكي. شوكولاتة وعصير شوكولاتة والنوتيلا، شوكولاتة النوتيلا طبعا لونها بني. وهلا يلا كل واحد يفطر فطوره. كيف؟ زاكي. مسكين سمعة هياكل المربى بالمعلقة. ما في زهري. ما في خبز زهري. صح؟ طبعا أنا نفسي آكل زبادي رهف. اكتري لحالي. بديش اطعمي. لا ما بدي انا، ناكل بعدين لحالي. يا سلام على البنفسجي ما احلاه. افتحي نشوف العصير بنفسجي ولا لا. هو اكيد بنفسجي، يعني ايش هيكون؟ لونه موف. لونه موف. ايوه هو موف، بنفسجي موف وايش؟ بيربل. طبعا احنا ما شاء الله في عندنا جنبنا بيبنو. هيك اكل هنا. هيك خلصنا وجبة الافطار. شبعتوا خلاص؟ متأكدين؟ متأكدين. هلا هتستنوا لوجبة الغداء، الله أعلم أنا إيش أخترع لكم غدا. رهف أنا أكلها، نشوف كيف هيكون، صح؟ هنستخدم حاجة كده نلون فيها الأكلة طبيعية، يعني حاجة طبيعية من الطبيعة، ما هنستخدم صبغات يعني. نشوف هيكون لونه بنفسجي ولا لا يعني. طيب؟ وهلا يلا إلى وجبة إيش؟ الغداء. ويلا هلا على ايش؟ على دراسة الى ان اعمل الغداء. هينا رجعنا لكم بوجبة الغداء. وهنا اخيرا خلصت موضوع الغداء، طبعا اختراعات الغداء اليوم. طبعا ايش عند اسماعيل؟ عندي عصير لا انا عملت له اليوم كبسة، بس طبعا ما حطيت عليها جزر، زودت الصلصة. وعملت له ايش؟ دقة. الدقة طبعا اللازمة للكبسة اللي هو السلطة الحمراء او الدقة الحمراء. يعني هي لونها
ايوه. ورهف عملت لها بايش؟ صرت ابخت رهف بايش؟ ملفوف فيها الملفوفه الموفيه. قطعتها ملفوف. ايوه قطعتها. وايش قلبتها مع الدجاج؟ هلا بنفع نروح على الفرح وهي معنا. المهم طب لا المهم قطعتها كده شرايح وقلبتها مع الدجاج وبعدين حطيت عليها رز وطلع طبق كيف؟ عشان ما تقولوش ان احنا صبغنا. طلع طبق كيف؟ ايوه مو قدامي طبخه. ايش؟ موف. ورجينا الدجاج يا رهف اللي فيه. في دجاج كمان ملون. وطبعا سلطه الملفوف. دجاج ملون كمان. حطيها بالشوكه. طبعا سلطه الملفوف كمان بيعملوها كيف؟ بالليمون والملح. حطوا على الملفوف ليمون وملح تطلع لذيذة. هاتي رهوفة مش عارفة تتحكم. هاي قطعة الدجاج المهم أنا ما بدي. خدي تفطن. يلا وسلطة قلنا الملفوف وإيش ومشروب إيش هذا البلو بيري. أيوة وإنت وطبعا يحيى عملت له بالفطر فطر ودجاج قلبتهم وحطيت الرز حطيت عليه بهارات لونها بنيه فصار لون على بني. طبعا الفطر لونه بني الفطر المعلب صح. يحيى عنده ميه والمقابله تبعته زيتون ما في غير الزيتون. يحيى عنده ميه شعير صودا ولقينا ايش اللونه بني اللي هو ايش ميه شعير عصير شعير. بس عصير شعير الله اعلم انت تشربه ولا لا. المهم جبنا لك اياه نشوف كيف هتشربه ولا لا. ويلا لا ايش دقوا غدا كثير. يلا دوقوا ورجونا كيف طعم الاكل. طبعا الكبسه لذيذه. رهف اختراعك كيف؟ طبعا إيه؟ لا الا انا عملته زي كانه صيني حطيت عليه صوص صويا. دوقي فما حتكون عارفه كيف الطعم مزبوط. بحرق بحرق الصوص بحرق. ايوه يلا يلا باي. بس الرز باي. اعطينا شربها انا. باي باي باي. خليها قدامك هلا خليها قدامك. ذاك ملهاش طعم. لا بتقول ما لها طعم. حاسه الرز ما له طعم. هو رز طعمه رز. حطيت بس شويه صويا صوص عشان يعمل طعم يعني. لا لا يلا كلي الدجاج. وانت يا يحيى كيف الفطر والدجاج؟ ذقتوا شو الفطر؟ انا تبعي الحمد لله. احنا بنحب الكبسه. ماما عاشقه الفطر. انا بحب الفطر. وسع هذا كده على جنب. ايوه تاكل ايه زيك. هذا طبعا لذيذ احنا بنحبه سلطه الملفوف اللي هو بالحامضه يعني صح. دجاجه مع رز موف كل اثنين. كيف الاكل موف؟ سلمى بدها تاكل بتقولي موف موف كيف مش لذيذ موف؟ عشان صوفية لابسة موف هي بتموت. بتحب الموف. أنا مستغرب منه لهلا مش قادرة. هاتوا هذه اللي قاعدة بالنص معاكم هاتوها. تتغدى معها. أنا إيش اللي مستغرب منه الدجاج؟ إيش الفطر لون من هذا؟ عادي هذا بصبغ. بصبغ طبعا أصلا هذا مهجن. هذا ملفوف مهجن مو ملفوف طبيعي يعني. ملفوف طبيعي لونه أخضر صح؟ الأبيض. ابيض وعليه شويه خضار. مين صبغه طيب؟ مو صبغه هجنوه بحاجه ثانيه لونها موف. صبغه لونها موف. حطوا صبغه على التربه عشان يصير موف. والله لا اضحك يمشي موف يعني بلفل. ايوه موف. هلا حنتغدى وحنخلص غدا ونوريكم السناكس بعد ما نخلص غدا. يلا الى السناكس. يلا خلصوا غداكم. احلى اشي في اليوم كامل. لذيذة الوجبات ولا لا؟ لذيذة روعة. يسلم ايديك يا رب. الله يسلمك كمان. وهلا الى الله يسلمك يا خالتي. وهلا الى اكلت وهي الى السناكس. يلا وهي جبت لهم هذا السناكس بعد الغداء. ايش يا سمعة؟ سناكس تبعك طبعا. سمعة هو اللي ايش؟ بروح السوبر ماركت وبجيب السناكس بنقيهم كلهم. بقعد يختار كل الالوان صح؟ عندي حلو بطعم الكرز. ايوه لونه احمر. لونه احمر اكيد اكيد. نفتح هلا نشوف. يلا احمر. لا احمر مو زهري. يلا وايش كمان؟ عندي هذا مبين يعني شفاف. هذا تعبان. هذيك مرة كان تمساح وتخنق دنياصور وتمساح. هذا تعبان. عندي حلو طعم كمان حلو افتحه.
تقولي لنا على الصابله باش مع انه هم قالوا لنا عادي لو كان الغلاف لونه احمر عادي انه يتاكل، بس احنا ما بدنا كده، نشوف على حسب القانون. بتاكل بس البطاطس ممكن، عشان البطاطس هو الوحيد اللي ما بيكون الوان احمر. وايش كمان؟ مصاص احمر، مصاص احمر، لبن، لبن احمر ولا ابيض؟ ابيض. ابيض غلط، هذا ابيض. لا افتحيه، ممكن يكون احمر. اه هذه هو شوكولاته. شوف نينو تحيا، شوف طلع لون بني. لا ابيض. هاي ابيض لون بني. لا من لا اذا من جواه لونه احمر خلاص. يلا خذه، يلا لقيله. وايش كمان؟ ايش في في الليده؟ ابيض اكيد. جيلي احمر. يلا يا رهوفه ايش عندك انت؟ تاكس. افتحيه عشان الغلاف، غلاف احنا قلنا البطاطس مو مشكله لانه البطاطس ما في يعني الوان. هذا وهذا كمان لونه بنفسجي، وهذا افتحيه. هذا شوفوا اصعب شيء فتح المصاري. ايوه ايش فاتح؟ فاتح زهري من جوا زهري. راحت عليك يا رهوفة. بربا 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 راحت عليك والله العظيم. انه بربا. لا زهري. لا فاتح فاتح طلع عليها هتلاقيها. لا زهري بربا. يا الزهري شو تعب الزهري طلع كده. انت بدك تخسر التحدي ولا لا؟ لا هاتي خلص. يلا افتح حاجة ثانية. والله لا خلص افتح حاجة ثانية. احمر يلا. هذه لا طبعا، هذه الشوكولاته. اوكي الشوكولاته خلص مو مشكله. والبصاصه رف كل شيء خايس عندها. يلا افتح المصاصه. اكيد اطفي عبال ما تفتح المصاصه. دور ايش يحيى؟ رف حلويات الكلب كله ولا شيء ولا شيء الا في بنفسجي. هذا احنا قلنا هذول في بنفسجي. هاتي هذا بس بني تحي كله. هذا الجيلي ايش له؟ في الوان، في لون ايش؟ زهري بني اليوم. هي وهذا بني وايش موف. هنقص البني على الموف وهنعطي الموف لرهف والبني ليحيى. صح؟ صح. رهف حتاكل البنفسجي ويحيى حياكل البني. هات المقص. وانا خذ يا رهف. هينا قسمناه وهي لرهف وهذه ايش؟ ليحيى. طب وين يا ماما؟ والباقي الي، الباقي زهري. بدي زهري لكنه حمزه. لا لا يلا. وايش كمان عندك يا يحيى؟ دوريتوس ايش لونه؟ بني. وريتهم بني نشوف. ايوه والله انه برتقالي مو بني. حكوا علينا. لا 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 بني. حكوا علينا. لا بني. والله ضحكه كبيره هذه. لا هذا برتقالي. برتقالي برتقالي. لا خلص. طيب بنمشي لك اياها عشان اصلا احنا قلنا البطاطس ما في الوان. يلا. وطبعا الشوكولاته اكيد معروفين الشوكولاته. وايش الحاجه الثالثه؟ ايش شايف؟ توفي. توفي. واخر حاجه ايش؟ اخر حاجه هذا. هذا بني لونه. انا قلت هذا لونه بني. ايش؟ اسود. بني بني مش اسود، بني. انا بعرفه هذا اللي هو محشي شوكولاته صح؟ اه. بس هذا محشي كراميل. محشي كراميل. لانه شوفه محشي كراميل يا رب. محشي كراميل ادوقه؟ لذيذ. وهاي السناكس تبعهم تقريبا. بس اخذنا ايش؟ خذي الخال. ايش اخذنا؟ ايوه بس هذا تبع رهف اللي ما طلع لها زهري لونه. احنا اعطيناك بداله. هيو بنفسجي هذه اعطينا. اجيلي هذا. يلا كلي. اي يلا هلا. طبعا خذوا السناكس تبعكم وكلوه على ايش؟ على طول اليوم. وطبعا اكلوا التانيين كنان وحمزه وسلمى. هيا رجعنا ايش؟ وجبة العشاء. وهي الدنيا ليل. هي الدنيا ليل. اه فين هو؟ والانوار اللي وراهم هذه اللي باينه على الحيطه هذه انوار الاضاءه تبعتنا مو انوار الشبابيك صح؟ طبعا ايش هيكون عشاكم؟ مربى.
يحيى اسماعيل طبعا المربى ورهف سلطة الملفوف افتحيها نشوف وطبعا وطبعا يحيى ايش نوتيلا ما في غيرها يعني وطبعا انا ممكن اعمل له ايش كوبايه شوكولاته انا ما عملت لها هلا بعمل لها عشان يتعشى هيها سلطه الملفوف بالمايونيز صح سلطه احنا عملنا سلطه الملفوف بالمايونيز تفيشها صح وايش كمان جبته ايس كريم طلع ل اسماعيل في ايس كريم احمر ورهف ايس كريم ملكي مو افتحي نشوف اللون افتحي نشوف الالوان لا انا اللي انا لازم افتحها لا فعلا مكسله تفتح اي حاجه وبحظ يحيى ما في ايس كريم بني يعني مليانه كريمات شوكولاته وبحظ يحيى ما في ايس كريم بني اليوم صح خلاص بنعمل لك كوبايه شوكولاته تشربها هالقد حلوه صح مع الحليب لا طلعت بالابيض وهي كمان اسماعيل ما له ايس كريم كمان ابيض بالاحمر ده كله لا لا ما حتعرف تاكله خلاص حطها على جنب وخليك على عشاك اللي هو ايش كله ايه حطي جوا شوفي على الكيس جوا يلا كلي تعشي لذيذة اكل رهف اليوم لذيذ مع انه لونه موف بس والله لذيذ صح رهف لا هي حاسه بتكون هيك لما يعجبك صح العشاء وبس هلا هنسيبهم يكملوا عشاهم وكده بكون احنا ايش خلصنا فيديو اليوم كيف فيديو اليوم عجبكم؟ لو عجبكم انتوا عجبكم؟ انبسطتوا؟ احنا بنيجي على اخر الليل خلاص مهلوكين صح؟ يلا اختموا الفيديو انتوا لو عجبكم طبعا اكتبوا لنا بالتعليقات وايش ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب هان شي سبسكرايب احنا عارفين انه احنا بنقلد عصابة بدر ويلا مع السلامة مع السلامة